معظم الناس عندهم ان اكل المطاعم افضل 100 مره من اكل البيت، لكن اكل الجمعيه هذا شوي في اختلاف. احد اشهر المطاعم، مطاعم البيتزا في امريكا، كان شو يسوي؟ يفتح له مطعم لكن ماني بالبيتزا، يروح الجمعيه يشتري البيتزا اللي يسوونها بالمايكروويف، والناس كانت تروح له وتقول والله البيتزا حلوه هذه، وهذه البيتزا افضل شيء طقناها. انتشر وكبر الريال الي من واحد كشف سره. سره انه كان يقوم يروح الجمعيه يشتري هذه البيتزا ويحطها، ولكن الناس تقول بالمطعم احلى، واستمر على هالحال وكون ثروته الريال.